ما زال قطار الموت يحصد أرواح المصريين، تقريباً كل يوم بنسمع عن خبر بيموت فيه مصريين، إما بسبب الإهمال أو بسبب الفساد أو حتى على إيد العسكر والجيش والشرطة في شوارع مصر. أمس حادث جديد برضو بسبب الإهمال وبسبب الفساد وبسبب قلة الصيانة وبسبب عدم وجود أي أمان في بيئة العمل اللي بيعمل فيها العمال. حادث بأسيم بالجيزة، سقوط عمود إنارة أو برج إنارة أدى بالنهاية إلى وفاة 4 عمال مصريين تحت هذا البرج وإصابة البعض الآخر. أما وزارة الكهرباء واللي بعد دقائق قالت إحنا ملناش دعوة ونفت صلتها بالحادث إطلاقا وقالت هم اللي كانوا بيفكوا في برج متهالك أو برج قديم. أما الضحايا والأربعة اللي قلنا لحضراتكم عليهم هم من العمال كريم الفرماوي من طلخة الدهرية وعنده 28 سنة، أحمد إبراهيم من الدهلية أيضا وسنه 22 سنة، أبو الوفا أسعد من إنا 28 سنة، وأخيرا إبراهيم محمد عبد الرحمن 33 سنة. حطهم جنب كل اللي ماتوا خلال السنوات اللي فاتت، حطهم جنب اللي ماتوا في المية المتكهربة في شوارع مصر، حطهم جنب اللي بيموت بسبب التذكرة أو بسبب الغرامة، حطهم كمان جنب اللي بيموتوا كل يوم في سيناء وعلى الحدود بسبب فشل عبد الفتاح السيسي وفساده. زي ما قلت لحضراتكم الكهرباء قالت برج أسيم قديم وغير مستخدم وسقط أثناء تفكيكه، ولا عزاء للفقراء، لا عزاء للعمال، لا عزاء لأي حد في الشعب المصري. جت شهادة الشهود خلال الساعات اللي فاتت، الناس اللي حضرت، وشهادات مبكية ومؤلمة لمن حضر هذه الواقعة. نتابع. شغال على برج عالي بتحلي فيه، البرج على آخر كان فاضل حوالي 3 حطات فيه، راح البتاع واقع فيه حوالي 20 متر على 20 متر وقع على حد اتصاب؟ لا كمان اللي كانوا فوق. كم واحد؟ 3 كانوا فوق، واحد تحت. بص حاجة اسمها مقصات. بطبيعة الحال تصدر وسم أسيم مواقع التواصل الاجتماعي والتدوين خلال الساعات اللي فاتت في مصر بعدد تغريدات قارب على 31,000 تغريدة، منهم أستاذ محمد القدوسي بيقول رحم الله من ماتوا ولطف بالأحياء، قال لك البرج وقع بسبب العاصفة الترابية، لو كان نجيب الريحاني بينا لرد عليهم ليه، هو مصنوع من شوكولاتة بالبندق ولا من بسكويت ويفر. أبو أسقس بيقول هو ليه كل يوم نصحى على مصايب قتل في سينا، ناس بتموت وهي ماشية على الرصيف، ولا برج كهربا يقع على عمال، هو ده موجود في الدول برة، كل شوية حادثة وناس بتموت، ولا ده غضب من ربنا علينا. ياسين أيضا بيقول سقوط برج كهربا أعتقد أنه نظريا حادث ممكن يحصل في أماكن كتير، لكن هل إحنا في مصر بنعترف بحاجة اسمها متابعة وصيانة وتجديد وإحلال؟ أظن مش بنعرف بأي كارثة غير بعد حدوثها. محمد محروس بيقول لعنة وحلت على مصر وكانوا عايزين يشغلوا النووي، سقوط برج أو سقوط برج كهرباء في محطة كهرباء الوراق ووفاة 7 أشخاص وإصابة عدد كبير من العمال، ما بقاش فيكي حاجة تفرحنا، موت وبس، كل أخبارك حزينة، كل أحلامك دفينة، ليه مصرة تحبطينا، ده احنا والله استوينا. غادة بتقول ايه يعني انهيار برج كهرباء على الناس، ولا مدن تغرق في شوية سيول، ولا مظاهرات عمال علشان اتطردوا لان شركتهم اتباعت، ولا حد مات في اطار، ولا في مستشفى مرضوش يعالجوه عشان فقير، الى اخره. تويتر مش مكفي، المهم مش قادرين نتحمل الريس كام سنة، وبتقول شعب جاحد. طبيعة الحال بتتريق على عبد الفتاح السيسي اللي عايز يحكم مصر كمان وكمان. عبد الفتاح فايد بيقول حريق هائل في محطة كهرباء رئيسية بمجمع الألومنيوم بنجح حمادي في صعيد مصر، وبالأمس انهيار برج كهرباء ضغط عالي بالجيزة، واليوم حريق في محطة كهرباء، بيقول لهم ماذا ستفعلون في المحطة النووية. محمد عبد الرحمن بيقول احنا هنقول إنا لله وإنا إليه راجعون، ونفتح قوس ونسيب القوس مفتوح، كل يوم نترحم على فجعة مريرة، سقوط برج كهرباء. مدونة افتكاسات أو هشام بيقول المحروسة كل يوم في مصيبة، هل هي لعنة أم ماذا؟ وفاة 4 مواطنين وإصابة آخرين في سقوط أو انهيار برج كهرباء في أسيب.
اخيرا محمود دباش بيقول لا حول ولا قوه الا بالله. الله يرحمك ويسامحك يا داوود شهيد لقمه العيش في حادث سقوط برج كهرباء الوراء، انا لله وانا اليه راجعون، وجايب صوره لاحد الشهداء او لمن قضوا امس في هذا الحادث الاليم، له الرحمه وللاسر اسر الشهداء لما ماتوا امس، الصبر والسلوان وكل العزاء.